هكذا طرق كل مولع بكسب. يبقى ده بيلخص اللي قلناه. كل طرق المولع بالكسب، الكسب المكسب، والمولع الولع يعني الشغف والرغبة الشديدة قوي، كل اللي نفسه في مكسب كبير لازم يعمل كده، لازم هيجذب، لازم هيغش، لازم هيكعبل اللي معاه، لازم هيستغل الناس الطيبين، لأنه مولع بكسب. محبة المال أصل لكل الشرور. الشاب الغني كان إنسان كويس قوي، وجه سجد جسع تحت قدمي المسيح وطلب سؤال مهم: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ وعنده أسئلة روحية جميلة، وقالها: دي كلها حفظتها منذ حداثتي عن الوصايا. أول ما المسيح قال له: بيع فلوسك وتعال اشتغل معايا، مضى حزينا، ما قدرش، لا إلا الفلوس، اطلب أي حاجة بس ما تجيش جنب دي، ما تقوليش أضبط شغلي، أنا شغلي يعني ماشي براحتي، ما تقوليش ما خدش غير فلوس مظبوطة، لا لا ما ينفعش الكلام ده، سيبني أطلع فلوس براحتي، أنا ممكن أزود صلاة، أزود إنجيل، أزود صوم، أرضيك يعني، ما ينفعش، ما ينفعش. المولع بالكسب بيضيع نفسه. عشان كده لما جم العشارين ليوحنا المعمدان وخافوا من كلامه، لأن يوحنا المعمدان كان صوت صارخ، كان أسد، وخوفهم أن الفاس اتحطت على أصل الشجرة والشجرة هتتقطع لو ما جابتش ثمر. قالوا له: طب احنا نعمل ايه؟ قال لهم: لا تشوا بأحد، لا تظلموا أحد، اكتفوا بعلائفكم، ما تاخدوش أكتر من المقضي بيه، إياكم تاخدوا حاجة مش مظبوطة من حد. وده كان بالنسبة للعشارين تدريب صعب جدا، لأن العشارين اللي كانوا زي متى العشار وزكى العشار كانوا الرومان مثلا يقولوا 20% هم ياخدوا 40%، يخبطوا 20 والرومان 20، فكانوا طبعا الناس بتكرههم ومحدش يقدر يكلمهم لأنه مسنودين من السلطة الرومانية. فلما قال لهم تاخدوا بالظبط اللي القانون محدده، يعني ما فيش أي نوع من الرشوة أو الهدية، أو كان بالنسبة لهم ده واقف حال، إنما كتير منهم خاف من يوحنا والتزم. وعشان كده المسيح طوبهم، قال العشارين سمعوا كلام يوحنا المعمدان، الفريسيين ما سمعوش. العشارين خافوا واتعظوا وكتير منهم تاب، بالرغم ان ده بالنسبة لواحد دي شغلته ومكسبه وكل الناس ماشية غلط، فالاسهل له يمشي غلط، ما كانش سهل عليه، لكن اول ما دخل الخوف قلبه خد موقف والتزم باللي تقاله. هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنيه. يعني ايه؟ اللي بيحب الفلوس هياكلك اكل، هيستغلك، يعني هيستغلك. يأخذ نفس مقتنيه يعني هيسرقك، حتى لو قال لك انت حبيبي وماليش غيرك وانت اللي تكسب، وانت يقول زي ما يقول في الاخر، طالما هو مولع بكسب صوت الفلوس عالي للاسف، اذا ما كانش في حب ربنا وحب الناس.